دي كل السي كامل. هو السي كامل يبقى اخو سي شبانة؟ لا اخو ده تاني ولا تشهاد، هما كلهم زمايل من طنطا قرايب. لا بس ساكنين مع بعض من زمان وهما في المدرسة. حضرتك تشربي شاي. شكرا. اتجننت يا سلامة؟ جايب لي واحدة من الشارع وتقول لي شبط صوتك شوية، دي موظفة وليها عمل معروف ما اسمهاش في الشارع. واحدة عايزة تسكن مع تلات عزاب تبقى منين؟ الله، وانت لسه صغيرة يا سلامة. أنا شخصيا اقتنعت بوجهة نظرها، ما هي واضحة زي الشمس أهي، امرأة تريد أن تسكن مع تلات عزاب. الله، بتجنني معاك تقول لي وجهة نظرها؟ مفيش داعي تتنرفز، أنا كنت عامل حساب كده. إيه حساب كده دي؟ الله، هو أنا عايز أفرض سيطرتي وبس؟ عملت حساب اننا جايز ما نتفقش لاي سبب من الاسباب. سلامة، مش يمكن دي يكون وراها حاجة؟ هربانة من جريمة من طار. جريمة طار ايه؟ يا كامل يا حبيبي، دي كانت ساكنة في بيت المغتربات، وبعدين اتخانقت مع زمايلها، ودلوقتي بتدور على اي سكن في اي حتة، في بانسيون، في اوتيل، في اي حاجة. انا مش فاهم انت مصمم على كده ليه؟ مش حكاية مصمم. احنا مش كنا متفقين مع السمسار يشوف لنا ساكن؟ ايوه. هو اللي جابها. نعم، هو اللي جابها. جابها؟ بقول لك ايه، هي قاعدة برا، ايه رأيك لو تيجي تكلمها؟ اتكلم ايه بس؟ والله العظيم يا سلام انت. انا فهمتها، ما هي كلنا هنوافق يا كلنا هنقول لا، فتعالى وكلمها. تعال اتفضل. مش مساء الخير. اهلا. كامل الانسه لولو، اتفضلي. شكرا. يا انسه لولو. عارف عارف الحكاية بمنتهى البساطة، قصدي يعني الموضوع اللي عايزين اللي عايز معقد الدنيا دي. يا اقتنعت يا ما اقتنعت؟ بصراحة ما اقتنعتش. كويس، ليه؟ طبعا واضح ان سؤالي ملوش اي داعي، لو مش عايز تتكلم براحتك. على مهلك عليا شوية. خلاص صدقني، انسى اني كنت جاي اسكن معاكم وناقش الموضوع، ندردش شوية. عندك مانع؟ ليكن. فتاة ترغب في السكن مع ثلاثة شبان ما تعرفهمش. ايه رأيك؟ معشيت يجنن، خبر صحفي تستاهل عليه مكافأة. لكن الحكاية مش كده، فتاة مغتربة. لكن سلامة قال لي انك موظفة. انا قطعت كلامك وانت بتتكلم؟ لا نعم. موظفة مش موظفة، مش ده المهم، المهم انها فتاة مغتربة لا تجد مسكن، اين تذهب؟ ايوه لا مؤاخذة، يعني حضرتك تعرفينا منين؟ كامل. نعم. ما تنساش ان الانسة زميلة. ايوه تقوم تسكن معايا. طب انا هقولك، افرض ان انا ساكنة لوحدي، كويس؟ وحضرتك جيت تزورني، مش هستقبلك في بيتي؟ هقولك لا وحيتك، سيب باب الشقة مفتوح. يا خبر. يا استاذ كامل، احنا في مجتمع متحضر. صح. احنا مش عايشين في غابة. ايوه لكن انا حبيت اوضح لحضرتك الموقف مش اكتر. شكرا. ارجو ان ده، صدقيني انا محرج. محرج من ايه يا عم، ولا يهمك، انت حر طبعا. شكرا على شويه الدردشه دول. الله الله الله، ايه الحكايه ده، احنا لسه يعني... صدقني مش زعلانه بس اتاخرت. طيب على الاقل حضرتك تشربي حاجه، احنا مش بخرج الدرجات دي ولا ايه؟ اتفضلي اتفضلي.